مساء الخير واهلا بحضراتكم مع اكسترا نيوز وتغطيتنا المستمره لفعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الثالثه بمدينه شرم الشيخ. احنا معانا دلوقتي السيد ميغيل موراتينوس وهو الممثل السامي لمنظمه الامم المتحده لتحالف الحضارات. هو موجود في المنتدى للمشاركه بجلسه مهمه عن دول المتوسط والحضارات المختلفه وكيفيه التعاون بين هذه الدول. اسمحوا لي الاول انا ارحب بيه ونبدا حوارنا على طول. مستر ميغيل موراتينوس, the High Representative of the UN Alliance of Civilizations. It's a pleasure to have you here in Egypt and in the World Youth Forum. Well, it's a pleasure for me to be back in Egypt, to be back in Sharm el-Sheikh, and to participate for the first time in this fantastic and impressive youth forum. Thank you. It's a pleasure to have you. And I know you've been here, of course, many times, either through the Alliance of Civilizations or also as former foreign minister of Spain. It's an honor to have you with us. I'd like to know, it's your first time at the World Youth Forum? Well, it's the first time that I attend this forum. Of course, the youth engagement of the Alliance is predominant, it's fundamental. And I think it's an example that you can really count on the young generation, not only to prepare them for the future, but also to listen from them how they are, their aspiration, their dream, how they want to participate, how they want to really have certain responsibility. So it's a good example that you can work together in this intergenerational المناقشة ما بين الكبار وما بين الشباب. ما هو اعتبارك أو ما هي انطباعاتك حتى الآن وجودك هنا حول الحاضرين أو جدول الأعمال أو المشاركين سواء كانوا من الشباب أو المسؤولين الكبار؟ إنني منبهر لأنني كنت أتوقع أن أرى منتدى مألوفا ولكن هذا ضخم. إننا أعتقد حوالي 7000 شاب هنا وهذا مذهل. كلهم يأتون من أصول مختلفة ومن دول مختلفة ومن حضارات مختلفة ومن ثقافات مختلفة ويأتون يتحدثون سويا. ثم إن موضوع هذا المنتدى ما تحتاج إليه هؤلاء الشباب إذا كنت أنا الممثل الأعلى للأمم المتحدة للثقافة والحضارات، فأين نستطيع أن نكون أفضل من هذا المكان؟ نتحدث عن الحضارة ونتحدث عن الشباب. إنها فرصة عظيمة بالنسبة لي لكي أعود مرة أخرى لمنظمتي وأن أقوم بمشاركة هؤلاء الشباب والعمل معهم. سيد موراتينوس، ما مدى أهمية إشراك الشباب كما ذكرت لكي يكون هناك منصة للشباب من مختلف أنحاء العالم لكي يجلسوا سويا ويتناقشوا حول المسائل العالمية؟ أعتقد أن كل شيء تغير. إننا في مرحلة انتقالية، إننا نحاول أن ننظم مستقبل غدا ونحاول أن نغير، دعونا نقول، الحوكمة الدولية. لذا ففي هذه العملية إننا نتكيف مع المتطلبات الجديدة الموجودة في مجتمعاتنا. والشباب فيما مضى كانوا يوضعون جانبا، كنا نحاول أن ندربهم ونشكلهم ونعلمهم، ثم عندما يصلون إلى سن معين أنهم سوف يعتمدون على أو نعتمد عليهم. اليوم فهناك ظروف أخرى، لذا فهم يرغبون في المشاركة حتى وإن لم يكونوا هم المسؤولون عن الوضع اليوم، لكن علينا أن نقوم بدمج كلا الهدفين، أن نحاول أن نعطيهم مبادئ جيدة وقيم جيدة، وفي نفس الوقت أن نعطيهم أن نحصل منهم على المعلومات وفهم للوضع وإعطائهم واستماع إلى أصواتهم، فأصواتهم هامة للهيكل الجديد للهندسة الجديدة للمجتمع الدولي. ولكن الأمم المتحدة وأيضا ائتلاف الحضارات، هناك الكثير من الفعاليات التي
يستخدم فيها الشباب بشكل جيد، وأنا متأكدة أنك تستطيع أن تقارن عندما تتحدث الآن هنا في هذا المنتدى وما رأيته. أعرف أنك لم تمضي هنا وقتا طويلا، ولكن إذا قارنا ما يحدث في الأمم المتحدة وما تراه هنا، إن الائتلاف بالطبع له الكثير من الشباب. لدينا 4 برامج للشباب وهي برامج مختلفة وهو مسؤولية مختلفة. بعض الشيء تجمع الخرباء الخبرات التي يحاول الشباب أنفسهم أن يقوموا ببنائها في دولهم في منظمات مختلفة لكي يقوموا بنشر المفهوم الخاص بالتعايش وممارسة القيم الجيدة للاحترام الآخر. كل هذه أمثلة جيدة. أعتقد أن منتدى الشباب هنا في شرم الشيخ لدينا القدرة على جمع كل هذه الأشياء سويا. لذا 2 أو 3 من التفاعل الدائم والجلسات الدائمة ستقدم الكثير من الإلهامات للمستقبل. اسمح لنا أيضا، اسمح لي سيدي أن أستوضح لمن يشاهدون الآن سيد موريتينوس، ما هي الأهداف لهذه للمنظمة. علينا أن نقوم باحترام بعضنا البعض وهذا هو هدفنا الأساسي، وأن نفهم أنه لا يوجد حضارة أفضل من الأخرى. هناك الكثير من الثقافات وكثير من الحضارات ومعظمها يتم بناؤها في هذا الجزء من البحر الأبيض المتوسط. كان هذا مهد الحضارة ومهد الثقافة ومهد السياسة. لذا فكان هناك السومريون والسوريون والمصريون والأغريق والرومان والبيزنطيين. كل هذه الحضارات أنتجت مزايا للجنس البشري. ثم كان هناك الثورة الثانية الصناعية في أوروبا وإنجلترا، ثم اعتقد الغرب أنهم كانوا هم الأفضل. لا، إننا نقوم ببناء على القرن 21 الذي عليه أن يفهم أن هناك ثقافات مختلفة وأنهم يستطيعون أن يعيشوا سويا، وأن هذه الرسالة الخاصة بالعيش سويا تعني أن نعيش وأن نرغب في العيش سويا. هو ما هي ما نقوم به. الرئيس عبد الفتاح السيسي هنا كان يتحدث في واقع الأمر عن ما قلته سيد موريتينوس، وكان يؤكد أن علينا أن ننشر قبول الاختلاف وأن ننشر ثقافة السلام. وعندما تستمع إلى مثل تلك الكلمات من رئيس جمهورية مصر العربية وأنت ترى هذا كأحد الأشياء الأساسية في الائتلاف، فكيف ترى أننا نستطيع أن نقوم بنشر فكر أفكار القبول وأفكار الثقافة السلام؟ إنني أهنئ سيادة الرئيس وما ذكره، أعتقد أنها جاءت في الوقت الصحيح. فقد كنا في مدريد نحاول أن نقوم بتجاوز المرحلة الحالية على كوكب الأرض. علينا أن نفهم أن التنوع ليس مفهوما سلبيا وإنما إيجابيا. إن الاحترام أيضا مفهوما إيجابيا. كما تعرفين أن نفهم بعضنا البعض فإن هذا سوف يخلق أشياء مختلفة في المجتمع. لذا فإن الرئيس عبد الفتاح السيسي كقائد لهذا المنتدى وأن يبين توجهاته، أعتقد أن هذا يسمح لنا أن يكون لدينا مفهوم أفضل على ما تحتاجه إليه العالم اليوم. كيف نستطيع يا سيدي أن ننشر هذه الثقافة؟ قبول الاختلافات بجميع أنواعها، سواء كانت معتقدات سياسية أو دينية أو لون أو خلفيات. كيف ننشر هذا؟ وما هو الدور الذي يلعبه الائتلاف مع الدول المختلفة لكي يقوم بنشر هذا؟ علينا أن نبدأ بالتعليم، علينا أن نبدأ في المدارس الثانوية والإعدادية، وعلينا أن ننشر هذا للرأي العام، وعلينا أن نستخدم
كل هذه المنصات المختلفة مثل ما نحن فيه هنا اليوم، حتى يعتنق الأشخاص هذا المفهوم ويفهموا الحاجة له. التعدد الثقافات هذا واقع، تستطيع أن تسافر إلى مختلف أنحاء العالم وتذهب إلى أي مدينة وأن تجد أن هناك مجتمعات كثيرة وألوانها مختلفة ودياناتها مختلفة، وأن عليهم أن يحترموا، ليس فقط أن يحترموا ولكن أن يتعايشوا مع بعضهم البعض. لذا أن لا يقولوا أن لدي ليس يوجد لدي خيار آخر، لا، هذا هو أهمية الائتلاف. فالائتلاف يعني أنه ليس مسألة حوار فقط وأن نفهم بعضنا البعض، إنها أن نعمل سويا لنتجاوز الصعوبات والتحديات الموجودة اليوم. ممتاز، أنا أعرف أنك موجود هنا أيضا سيدي في منتدى شباب العالم لتشارك في إحدى الجلسات الهامة بالنسبة لدول حوض البحر الأبيض المتوسط. ما سوف تتناوله هذه الجلسة؟ إن هذا كان جوهر العالم، كان قلب العالم، دعونا نقول من بداية العالم الثقافي، كل الأفكار الرئيسية والبناء. إنها كلمة حضارة خلقت في هذا الجزء من العالم، لأنه للعديد من القرون كان مركز العالم، ولكن يحدث اليوم أن علينا أن نعطيه مرة أخرى نفس الفكر الكمزي ما بين أفريقيا وأوروبا، فالبحر في المنتصف. لذا لكي يكون هذا المفهوم الجغرافي السياسي علينا أن نطبق هذا في أفعالنا. للأسف فإن الفرنسيون، الكاتب الفرنسي ألبرت دافع عن ما يسمى بتفكير الجنوب، اللاتينيون، الأغريق. كنا جميعا أو نحن من خلقنا الفلسفة مع المسلمين، أن خلقنا العلوم، ولكن وضعنا جانبا من قبل المفاهيم الأنجلوساكسونية. علينا أن نلقي أهمية على أهمية هذا الفكر، إننا علينا أن نؤمن بأنفسنا وأن نصدق أنفسنا وأن لا ننظر إلى الشرق. علينا أن نعيد تعاون فيما بيننا ونعيد المناقشة فيما بيننا، ما بين الشمال والجنوب. وفي برشلونة سوف يكون لدينا 25 عاما من هذه المرحلة، وأعتقد أنكم تعرفون أن أصدقائنا جميعا يجهزون جدول أعمال ممتاز لكي نقوم ببناء إعادة بناء روح برشلونة، حتى نقول أن هذا ينتمي لنا جميعا، نحن الدول الواقعة على حوض البحر الأبيض المتوسط. لذا فنحن كنا المهد، وعلينا أن نكون فخورين بهذا، علينا أن نبني ثقتنا في أنفسنا، وأعتقد أن هذا ما سوف نقوم بمناقشته بعد ظهر اليوم. ما هي المزايا يا سيدي إذا حدث هذا؟ إذا قامت الدول أن تعيد إحياء هذه الحضارة سويا، أن يكون لديها تعاونا داخليا فيما بينها، ما هي المزايا؟ المزايا ستعم الجميع. إذا تحدثنا على سبيل المثال عن الأمن والسلام، دعونا نتحدث عن الهجرة، دعونا نتحدث عن التوازنات الديمغرافية، عن التنمية الاقتصادية، عن البيئة والتحديات المناخية، عن الهوية الثقافية. كل ما ذكرته هو جزء من التحديات الكبرى. سوف نسير في مضمار معقد جدا في هذا العالم، حيث الذكاء الاصطناعي سوف يسود. لذا فعلينا نحن كدول أن نعطي أنفسنا روحا للحياة. التكنولوجيا لن تقودنا إلى الإجابات الصحيحة، إنها من الممكن أن تساعدنا، ولكن إن لم يكن لدينا تفكيرنا الخاص، تفكير قام به رجال ونساء يفكرون سويا، ما هي المزايا، ما هي الاحتياجات، ما هي الأشياء التي علينا أن نمنعها،
لن ننجح. سوف يكون هناك مواجهات، سوف يكون هناك أزمات، ثم لن توجد الحلول للعيش السوي. ما هي التحديات الأساسية التي تواجه هذه الدول لسيد موريتينوس؟ ما هي الصعوبات التي سوف تواجهها في محاولتها للحصول؟ إن التحدي الرئيسي بسيط جدا وهو واحد، هو الحاجة للانتقال وللعمل وللعيش سويا. عرب وأوروبيون يعرفون أن عليهم أن يطرحوا على أنفسهم سؤالا واحدا، كيف سنعيش على مدار هذا القرن؟ أنا أود أن نكون مع بعضنا البعض أم أنا أود أن نكون فرادى؟ أنا أود أن نحارب أم نشارك الرغد الحياة؟ إذا نحن نرغب أن نكون سويا، وأعتقد أن الأغلبية سوف تقول نعم، الشباب سيقول نعم، الشباب سيكون جاهزا، ولكن هناك بعض القطاعات، بعض الأماكن في الرأي في الشرق في الغرب ستقول لماذا؟ لماذا نعيش؟ إننا مختلفون ولا يوجد لديهم نفس القيم. وفي الجنوب تقول نفس المسألة، لماذا ننظر للشمال؟ لماذا نستمر في أن نحيا تحت هيمنة الأموال من المجتمعات الغربية؟ لذا فعلينا أن نصل إلى قدرة على الحوار يوحدنا لكي نستطيع أن نعمل سويا. إن قرر الساسة أن هذا هو الدور، علينا أن نعيش سويا، عندها نستطيع أن نبدأ أن نبني في الشؤون السياسية، في المسائل الاقتصادية، المسائل المالية، وفي التعليمية، وفي المناحي الاجتماعية، وسوف نقوم بهندسة مستقبلنا. من الممكن تحقيق ذلك، ولكن علينا أن نحشد جميعا. إنه يحزنني سيد موريتينوس كيف يفكر الأشخاص بالطريقة، ماذا أفعل بالشمال إنهم مختلفون، ماذا أفعل بالجنوب لديهم ثقافات مختلفة. عندما كنت تتحدث عن هذا كنت أرى أن هذه الاختلافات في واقع الأمر قيمة مضافة، لديك ما يغيب عني، إذا قمنا بوضعها سويا فإنها نقطة قوة. هل هذا سبيل للتفكير؟ أتعتقد أن هذا مألوف؟ نعم نعم، إن هذا السؤال للتنوع للاختلاف هذا حتى من الناحية البيولوجية، فإن كل منا مختلف، كل البصمات مختلفة، نحن نتقبل أننا مختلفون حتى في فرديتنا، ولكن لا نقبل أننا في المجموعات بعض الاختلافات. إذن لماذا نرفض هذا؟ على العكس، علينا أن نتعلم أكثر من الآخر، أن نحاول أن نفهم ما هو أفضليته، ما نقطة أفضليته، ثم أن نتشارك سويا وجهات النظر. أعتقد أن ما لم يصل إلي، نعم، إن أفضل رجل عالم في الفلسفة تم إنتاجه بروح الآخر. عندما نتقابل ونفتح مجتمعاتنا وتسمح للآخر أن يؤثر فيك فإنك تنمو. إن قللت التعامل، إن عزلت نفسك فسوف تموت، سوف تنهار، أنت خارج المستقبل. علينا أن نعمل لكي نقوم بإعادة خلق الطرق لنفهم فيها الآخرين وأن نحترمه. بعض الأحيان لن نتفق في بعض المسائل، ولكن ربما تكون المسألة أفضل هكذا. لماذا؟ إنها لن تؤثر على حياتي، أستطيع أن أذهب إلى الكنيسة وأنت أذهب إلى الجامع وأنا آخر يذهب إلى المعبد، فما هي المشكلة؟ ولكن لسوء الحظ فإن بعض القيادات السياسية وبعض الأجندات السياسية تحاول أن تصل إلى مكاسب قصيرة الأجل وليست طويلة الأجل. كمتحدث سيدي في هذه الجلسة الهامة هنا، ما هي الرسائل التي سوف توصلها سيد موريتينوس؟ إنني أرسل رسالة للشباب أن يكونوا متفائلين وأن يتشاركوا.
رقم ثلاثة أن يتشاركوا ويشاركوا ولكن بالسعادة، ليس لا أن لا يغضبوا، أن يكونوا مبتسمين وأن يتفائلوا. ورقم أربعة أن يقوموا بحشد أنفسهم، أن يتجاوزوا كل هذه الذكريات والعوائق التي لا تسمح لهم أن يتشاركوا في مستقبل أفضل، ويستطيعون القيام بذلك لأنهم يتقابلون ويتواصلون بسهولة. جميعهم الآن يتحدثون لغتين أو ثلاثة ربما، فيستطيعون أن يفهموا بعضهم بشكل أفضل عن ما كان عليه عصرنا. جميعنا يعرف أن الشباب يا سيدي نسبة مرتفعة من التعداد السكاني لهذه الدول، وفي الكثير من الدول فإنهم يقومون بحسن استغلال هؤلاء الشباب، يستخدمون كمورد هام. كيف نستخدم الشباب في هذه الدول؟ كيف نستفيد منهم؟ هناك الكثير من المبادرات، هناك الاتحاد اليور متوسطي، هناك الاسكندرية وأنادليد، مؤسسة أنادليد، ولديهم مشاريع خاصة وبرامج خاصة مع الشباب من حوض البحر الأبيض المتوسط. وأعتقد أن علينا أن نستخدم كل الآليات الخاصة للجامعات لدينا الآن شبكات الوسائط الاجتماعية التي من الممكن أن تقدم لهم معرفة أفضل لبعضهم البعض. مرة أخرى علينا أن نتواصل معهم، فهذا أول شيء، وأن نقوم بتدريبهم، لأن ليس الجميع يعرف كل شيء. لذا فإن تدريبهم، نعم التدريب، والتدريب يجب أن يكون مع القيم، مع المبادئ التي تمكنهم أن يفهموا التنوع المختلف الذي قد يواجهونه. ثم علينا أن نستمع إليهم، نستمع ونتابع كل ما يقولونه، أو لا يعني هذا بالضرورة أن نتابع كل ما يقولونه، ولكن على الأقل أن نستمع إلى ما يقلقهم، وأن نحاول أن نعطيهم فكر، نعطيهم ثقة. لا يمكن أن نقول أو أن نستمر في القول أن الجلسة التالية سواء أن الجيل التالي سوف يكون سلبيا أو متشائما. يجب أن نقوم بإطفاء الروح الإيجابية عليهم. ما بين التحديات التي تواجه الدول سيد موراتينوس هو الهجرة غير الشرعية، والتي تكون جزءا كبيرا منها هو من الشباب. هذه مشكلة كبيرة يا سيدي، كيف تعتقد أننا نستطيع أن نجد حلا لهذه المشكلة؟ هل تستطيع الدول الأعضاء أن تتعاون إن هذه المنطقة شهدت الكثير من هذه العمليات، ولكننا اليوم لدينا وضع غير مقبول على الإطلاق. عندما ترى أشخاصا يموتون وهم يحاولوا أن يعبروا ليصلوا إلى أوروبا في أزمة إنسانية كبيرة، أعتقد أن هذه المشكلة من وجهة نظري للأسف موجودة، ويجب أن يتم حلها من وجهة نظر وزير الداخلية هو، وأيضا العلاقات الخارجية. أعتقد أن هذا يجب أن يكون إحدى أولويات الوزير الخارجية، لأن هذا يعني أنك تأتي من الخارج، من جزء خارج إلى دولة مختلفة لكي تصل إلى المقر النهائي، وللأسف عندما يصلون إليه تصبح الوقت متأخر. فما يحدث، لماذا لا تحول دون ذلك؟ لأنها تتخيل إذا كنت سعيدا على سبيل المثال هنا في شرم الشيخ أو حتى في وسط أفريقيا ولديك أسرتك وأقاربك، لماذا؟ لأن لديك، لماذا تهرب؟ لأنه يوجد لديك مشكلة اقتصادية،
أو لا يوجد لديك فرص أخرى، فتحاول أن تجد ظروفا أفضل لتعيش فيها أنت وأسرتك. فإذا تناولنا هذه الأسباب الأساسية وهذا مع العلاقات الخارجية أن تعطي لنا إجابات، وإن لم يكن فنحن نستمر في خلق أدوار أو حوائط أو جدران أو مراقبة، وهذا لن يحل المشكلة. تستطيع أن تضع جدران وسوف يقفزون من فوقها، تضع العوائق ثم سوف يذهبون إلى قنوات أخرى، لن يوقفهم شيء في سبيل أن يتمكنوا من الوصول، سيموتون في البحر. وعلينا أن نقوم بحل هذه المشكلات، وهذا يتطلب مناقشات بين جميع الدول التي يخرجون منها والدول الترانزيت والدول التي يذهبون إليها. ولكنني أعتقد أن وزراء الخارجية عليهم أن يأخذوا هذه المسؤولية، وأيضا وزارة الداخلية. وزير الداخلية عندما يتصدى لهذه المشكلة فإنه يتصدى لها وهي داخل دولته، لذا فيجب أن يكون هناك تعاون، لأنها من الممكن أن تحل ولكن بسياسات مختلفة عن ما يتم تطبيقه الآن. هذه إحدى المشكلة التي تقومون أنتم بتناولها. إننا نحاول أن نغير تفكير هؤلاء الشباب، فنستطيع أن نعطيهم جدول أعمال إيجابي وأن يقوموا بالمساهمة في رفاهية الحياة. نحن نعمل مع الإعلام حول كيف يحول أو يتناول الإعلام هذه المشاكل. ما هي أنواع التعاون التي يحدث ما بين الائتلاف ومصر أو منظمات مختلفة في الإقليم في الشرق، في منطقة البحر الأبيض المتوسط؟ لدينا الكثير من التعاون مع وزراء مختلفين ومنظمات مختلفة، وتم ترحيبنا في مصر أكثر من مرة، لأننا وجدنا أن مصر من الممكن أن تكون داعمة لأهدافنا المشتركة، لذا أعتقد أننا نستطيع أن نستمر في العمل سويا. سيد موراتينيس، أعرف أنك حضرت 100 اجتماعا هنا، كيف سار اجتماعك مع وزير الخارجية المصري؟ ممتاز، نحن أصدقاء مقربون لعدة سنوات، تبادلنا أوجه النظر حول كيفية قدرتنا على العمل سويا حول الوساطة، حول مكافحة الإرهاب، وأيضا حماية الأماكن المختلفة. ولكننا تناقشنا أيضا في منطقة البحر الأبيض المتوسط وما هي المنهجيات التي نستطيع أن نقوم بالعمل عليها لنقوم بإعادة إحياء عملية برشلونة، وأمل أن يتحول إلى واقع. أود أن أشكرك سيدي على وقتك، وأتمنى لك كل الحظ الوافر. السيد ميغيل موراتينيس، شرف لنا أن نراك وأن نكون معك. شكرا، الشرف لي. وبنشكر طيب السيد ميغيل موراتينيس الممثل السامي لمنظمة الأمم المتحدة لتحالف الحضارات، هو موجود هنا في مدينة شرم الشيخ ويحضر طبعا ويشارك في إحدى جلسات منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة. خليكم دائما مع إكسترا نيوز.